حياكم الله جميعا مرة ثانية، بس هالمرة من مطبخي. نبدأ نسوي القرصان اللي وعدتكم فيه، واليوم ما عاد فيه دجاج، فيه لحم. انبسطوا قبلكم تقولوا لي كل وصفاتك فيها دجاج. طيب يعني اللحم ماني مرة عليه، لكن ممكن أكله بالقرصان زي كذا يعني. فاليوم بما أني بسوي قرصان ففي لحم. حمست البصل مع فلفل بارد، الحين بحط فلفل أحمر إلين يبدأ يذبل، بعدين بحط شوي ثوم. حمست البصل مع فلفل بارد أحمر وأخضر، وبحط الحين الثوم، وبعدين راح أضيف اللحمة. طبعا اللحمة منظفة وجاهزة. أدمر بعد ما طلعت ريحة الثوم، أضيف الحيماتي وأخيرا اللحمة. ها انبسطتوا؟ البعض يسلق اللحمة قبل عشان يعني يختصر الوقت، لكن أنا أفضل أنه ينحمس مع البصل والثوم والفلفل يعطي نكهة. وبضيف البهارات، طبعا أهم مكون راح أضيفه الكركم عشان يقلل من نسبة الكوليسترول اللي يطلع من دهون اللحم. بهارات مشكلة، كزبرة، كمون، ممكن يكون بصل بودرة، بهاراتكم اللي انتم معتمدينها. نحمس اللحمة بهالبهارات، خليها كذا تكتسب الطعم عشان تعطيكم مرقة حلوة. طولوا بالكم بالحمس، كل ما عطيتوا اللحمة أو الدجاج وقت بالحمس وبالبهارات راح تذوقون مرقة ولا أروع. تلاحظون الموية طلعت من اللحمة، تراي ما ضفت ولا نقطة موية، هذا اللي بيخلي اللحمة تكتسب طعم أكثر، وبالتالي راح تذوقون مرقة بالراس. الحين بضيف صلصة طماطم وبحمسها شوي، والله يا ريحة البهارات طلعت تجنن. هذا عدا ان الحمس بالبهارات وعشان تكتسب طعم البهارات، اي زفر باللحم يروح منكم، سواء لحم او دجاج ترى نفس الفكرة. بعد ما حمستها بالصلصة الحين اضيف طماطم مطحونة، واخلي اللحمة تستوي على مهلها. قصدي اني بخلي اللحمة تتسبك شوي بالطماطم والبهارات قبل اضيف الماي، يعني ابو 5 دقائق الى 10 دقائق بعدين نضيف الماي، ما نستعجل بالماي. بعد ما خليت اللحمة تتسبك كذا مع الطماط وأنا ما ضفت موية، بضيف قطعة قمردين، هذا اللي نسوي منه عصير في رمضان، توازن حموضة الطماطم وتعطيه كذا نطعة ومزازة على قولتهم. الحين راح أضيف الموية الحارة، يلا أيوة، وبخلي اللحمة تاخذ وقتها بالسوى، وما أضيف الخضار الآن نهائيا عشان ما تنهري علي. لما تقرب تستوي اللحمة نضيف الخضار. وعلى ما يستوي اللحم بسوي كشنة البصل للقرصان، وهذه البهارات اللي راح استخدمها للكشنة: كركم، مسمنة، ليمون أسود، وهيل. طيب اللي بعض بيقول وش هي المسمنة؟ المسمنة بهارات خاصة لكشنة الجريش وكشنة القرصان. من وين تحصلونها؟ أنا بصراحة ماخذتها من الجنادرية من ركن القصيم، هذه علبتها، ما أدري إذا كان الحرمة متوفرة توفرها لكم بالرياض أو بس بالقصيم. طبعا كشنة البصل تحتاج إلى كمية محترمة من الزيت وكمية محترمة من البصل. ما أحط البهارات بالبداية، ما راح أحطها إلا بعد ما يبدأ يذبل البصل. ليش؟ عشان يكتسب الطعم ويكتسب اللون. تشوفون البصل بدأ يذبل وتغير لونه، بضيف له الحين الصلصة وبضيف له البهارات. أول شيء بضيف الصلصة وبضيف البهارات اللي هي الكركم ومسمنة والليمون الأسود، وحمسها. لاحظوا شلون اكتسب اللون الحين، ليش؟ لأن البصل ذبل، وبالتالي راح يكتسب الطعم أكثر من أنكم لو ضفتوا البهارات في البداية. أكثر شيء أحبه في القرصان والجريش هالكشنة، تعطي نطعة لذيذة للجريش والقرصان، شيء بالراس على قولتهم. نقلت البصل على نار صغيرة وهديت النار، بخليه 10 دقائق عشان يذبل البصل تماما وما يقرقش معي بالأكل، بعدين أطفي النار. الحين بغطيه وأخليه 10 دقائق. بعد ما قربت اللحمة خلاص إنها تستوي، بضيف الخضار على دفعات. أول شيء بضيف الفاصوليا والجزر،
وبعدها بشوي نضيف الكوسة وبعدها القراع والباذنجان. حطيت قرنين فلفل يعطي طعم ونكهة، وبحط الحين الكوسة. طبعا إذا عندكم كوسة صغيرات يا سلام، بس مو متوفر عندي. وبعدين نضيف قرع أصفر مقطع وباذنجان كذا، تخلونه براسه كذا عشان نزين فيه وجه القرصان، دخلوه عشان ياخذ الطعم، وبغطيه وخليه 10 دقائق تقريبا إلى أن تبدأ الخضار تستوي، وبعدين نبدأ نبل القرصان وأبدأ معكم فيها بالخطوات. خلاص كذا المرقة جاهزة، الخضار استوت، وهذا قدر القرصان، حطيت فيه من بصل الكشنة اللي سويناه، والحين بحط عليه من القرصان بكسره. بس في البداية بشيل الخضار الكبيرة واللحمة عشان نزين فيها الوجه. بحط شوي بصل أوزعه على وجه القرصان، وبعدين أبدأ أبله بالمرق. أنا فأنا 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 كثرت كثرت، الله يصلح كثرتي. نبل القرصان بالمرق وشوي من الخضار المقطع صغار هالشكل. بعد ما حطيت المرق على القرصان وبليته والبصل، نضيف كمان طبقة ثانية من القرصان، وبرضو نفس الخطوات، نحط البصل فوقه وبعدين المرق، ونكرر نفس الخطوات، نوزع بصل بعدين نضيف لها المرقة. المشكلة انه اليد الثانية ماني قادرة. ونكرر نفس الخطوات، حطيت بصل والحين بوزع الخضار والمرق على القرصان، ونكمل لين آخر طبقة. وحاولوا كذا بالملعقة بحيث ان المرق يوصل لكل القرصان، بس انتبهوا لا ينحاس عليكم ويصير مرقوق كذا على خفيف. المشكلة ماني قادرة أركز بالشغل وأنا قاعدة أصور وهي مي عارفة تسوي. البصل في كل طبقة من طبقات القرصان هو سر نطعة القرصان، فعشان كذا أحرصوا أنه في كل طبقة تحطون من الكشنة. نوزع المرق والخضار إلى الأخير، وبعدين بالملعقة كذا تحركونه، حاولوا أنكم ها على خفيف. خلصت طبقات الحين القرصان، حطيت اللحم على الوجه، والحين بحط الخضار الكبيرة زي الباذنجان، القراع، يعني أي خضار كبيرة حطيها على الوجه، هذه حطيتها على الوجه بزيادة. بعدين نرش عليها شوي من كشنة البصل. خلاص كذا القرصان جاهز إنه يدخل الفرن. لازم يدخل الفرن شوي، يعني أبو 10 دقائق ربع ساعة، النار تكون متوسطة من تحت، يسخن وكله يعني يتداخل مع بعض الطعم، وبعدها يتقدم بالعافية. خلاص كذا القرصان جاهز انه يدخل الفرن. يدخل الفرن ساخن بس مو بمرة حار، يعني الحرارة تكون متوسطة، النار من تحت، يتغطى طبعا بالغطاء، ويدخل من 10 دقائق الى ربع ساعة بس يسخن ويتداخل الطعم مع بعض، بعدين يتقدم. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا القرصان بعد ما طلعته من الفرن وريحته تشق الراس، وبالعافية.